وكذلك وصلتنا قبل قليل من محافظة الفيوم جنوب القاهرة صور لتشييع جثمان الجندي المصري الذي قتل جراء اشتباكات على الشريط الحدودي عند معبر رفح، فلنتابع. بيهز يا جماعة، الحمد لله رب العالمين. انا ابني شهيد فدا الوطن، ابني شهيد فدا الوطن، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بيقول لي يا عم انا ان شاء الله باذن الله اخر اجازه ليا، وهسلم ان شاء الله باذن الله، وهطلع من الجيش واخلص واخد الشهاده، وهو خد الشهاده وجالنا.